أشنقوني فلست أخشى حبالا، واصلبوني فلست أخشى حديدا، وامتثل سافرا محيا كجلادي، ولا تلتثم فلست حقودا، واقضي يا موت في ما أنت قاض، أنا راض إن عاش شعبي سعيدا، أنا إن مت فالجزائر تحيا حرة مستقلة لن تبيدا. هنا عاش الشهيد أحمد زبانة. ولد بناحية سان لوسيان سنة 1926. انتقلت أسرته إلى مدينة وهران وهو في العام الثاني من عمره. سكن أبواه المدينة الجديدة، وفي المنزل هذا الواقع بجوار ساحة سيدي بلال. والمنزل حاليا هو عبارة عن بقايا أثرية تصور الوسط الاجتماعي الأكثر حرمانا الذي كون الأغلبية العظمى من جيل ثورة نوفمبر. وقد كان الشهيد زبانة عضو خلية جمعته مع إخوانه المناضلين، من بينهم الأخ قديفي بن علي الذي عرفه عن كتب ورافقه فترة من مراحل نضاله التي يحدثنا عنها بعد حين، وبمحضر أمي الشهيد وشقيقتيه. الوقت اللي كنا نجتمعه في المخبزة عندي في الدرب كانت عنده 20 سنة، وفي العقد كان من تاريخ في 1948، مندت من 1945 هو في الحركة الوطنية، وفي 1947 اندمج في النظام العسكري، في النظام السري العسكري. زمان ملي كان صغير كان دائما يرقد هنايا، وكان هاو دائما يرقد في دارنا، ومن بعديها ولا ما يجيش، وخطره يجي وخطره ما يجيش، يجي موسخ ويجي. واش خممتوا انتوما؟ واش خممت انا؟ اش حسيت منكم؟ تكلمي روحي تفضلي، احكي لنا يعني كي خممتوا انتوما، قولوا لنا. احنا خممنا من شفنا هكينا، قلنا احنا شفت راه يخدم شي صالحه ولا ما بين لنا زعما اش يخدم. حتى نهار اللي جاو السكرية على كنا باللي عرفنا باللي راه يخدم هذا الدب، كان يجينا موسخ، كان يبات خلا، ما يجي كي نقولوا ما يصنتش لامه، من تقول له هذيك الحاجه وخر منها يقولها لا ما نوخرش، اش راك دير هذيك الحاجه اللي كدير فيها وخرها، يقول لها ما نوخرش، انا مادام انا نموت انا في هذه الحاجه نموت. يعني في سبيل الوطن، يعني عرفتوا من بعد باللي راه في سبيل الوطن؟ قال لكم وصاكم من بعديها عرفنا. عرفتوا قال لكم وصالكم ولا عرفتوا وحدكم؟ لا من بعد وصانا، قالنا باللي انا ما شقاش تدخلوا فيا الزواج، انا ما لا في قضيه الزواج عرفتوا عاد باش راه يخدم الوطن. ماشي يخدم الوطن يعني. كنتوا خاطبين له يعني؟ كنا خاطبين بنت خوها. ايوه. وفما عرفتي ولدك يعني راه مضحي في، قال لك راه مضحي في سبيل الوطن. سبيل الوطن. وعلاش يسموه زهبانه؟ وهو اسمه زهانة احمد. في الحق في السجن الاخوان باش هما اللي يسموه زهبانه، ما بقاوش يقالوا زهانة، بقاو يقولوا زبانة. أيوة. هذا هو فهمتي، كان يسهل لهم فهمتي مثال الكلم باش يقولوا كلمة زبانة أحسن، لخص لماذا عندها عبارة. نعم. وسهلة في المنطقة تاعها. إذا كانت الأحياء الشعبية منطلقا للروح النضالية، اتخذ المناضلون استراتيجية خاصة لتنظيم خلاياهم في عقر دار المعمر وبجواره على غرار هذا الحي الذي كان يسمى آنذاك بالحي اليهودي، واشتهر سكانه بعدائهم للوطنيين. ورغم ذلك كانت هناك مخبزة ملكها أحد المواطنين ولا زالت قائمة كما نرى بعد حين، فكانت مقر تجمع وتدريب وتكوين بهدف تحضير ثورة نوفمبر. ومن بين الخلايا التي تم تكوينها وتدريبها أسفل هذه المخبزة خلية الشهيد زبانة. وكيف كان ذلك؟ فهذا ما نتعرف عليه من خلال الحديث التالي. والأخ زبانة
في الحق كنت إلا أنا هو الوحيد اللي نعرفه، الآخرين المناضلين تاعو حتى واحد ما عرفه. لماذا؟ لخاطرش مسألة تاع سر، والمسألة تاع هذا السر يلزم منها احتياطات كبيرة. مالا في الدمام باش تشوفوا مثال المعنى، باش يدخلوا كل إنسان يدخل وحده. وما يجي يجلس في هذا المحل هذا، في هذا البقعة هذه، حتى يعمل لاكاغول، يكون موجد لاكاغول ما كان إلا العينين اللي بانوا. والتام في دماء كل شيء يساوي. خير انت اللي كنت تعرف زبالة. غير انا لاخاطش، غير انا لاخاطش كنا فهمت متعارفين من قبل، وفهمت كنت انا هو المسؤول وانا هو من مولا محل. شحال كنت من واحد تجمعوا هنا؟ هنايا في الحق الخلية كانت فيها ثلاثة، فهمت ثلاثة وهو الرابع. وأينما سلسلة هما لاخاطش الأخ زبالة كان عندها ان جروب، وهذاك الجروب هذاك كل واحد يعمل له اجتماع تاعو. وانما فيما يخص التدريب السلاح خيرنا هذا المضرب لخاطر شوتين كاب، وخاضيين الاحتياطات تاعنا لخاطرش درنا مضرب من لو كان الشرطه تهود وتسمع فهمت مثال شي حاجه، درنا خرجه، درنا خرجه من هنا. ودارين واحد في الدخله تاع 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 المخبزه، الا كان شي حاجه يضرب لنا دوك تسونات. كنا دايرين صابوره هنايا، وفي هذه الصابوره في الحق نعملوا فهمتي مثال مثال الجبال، الجبال نديسينيو الجبال ونديرو ان شار ونديرو لي بيتون، لي بيتون كيفاه فهمتي مثال كومون كون اون في ديزاتاك بار سوبريز، لا تاكتيك دو لا غيريا، كل شيء فهمتي مثال تسجل في هذاك الصابور هذا. من بعد وقعت الاستكشاف تاع تاع النظام العسكري السري واحد هنايا شهرين قبل ما يوصلوا الشرطة في العملة تاع وهران. ملا اش من تاريخ؟ في الف في الف في 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 2 ماي 1950، من ماي 1950، من الف من 1950. ملا هذاك الوقت فهمت لهنايا بداو فهمت مثال يقبضوا في مناضلين اللي ما نعرف كيفاه تحت بين يديهم فهمتي المثال بين يد الشرطه شي اسماوات. ملا في الحق روحوا عند الاخ في وين يسكن الاخ زبانة حميده. تحكوا لنا يعني في 2 ماي 1950 وقت اللي جاوا الشرطه باش يحكموا الشاهد زبانة في هذاك الوقت، ذكروا تعقلوا كيفاش وقع لكم، تحكوا لنا كيفاش جا. شوف حنا كنا كنا انا ما فانا غسلو كملنا غسي قعدت ما دير فطور حتى جاو سلكوا مسلكلين علينا. واش من قيزيوكم؟ 12 قدام 12. نعم. وين كنتوا تسكنوا ذاك الوقت؟ في شهر اسطنبولي. سيدي الهواري ولا؟ لا اسطنبولي. سيدي بلال. سيدي بلال في المدينه الجديده يعني. سلكوا علينا دخلوا علينا قالنا خدمة زبانة يسكن هنا، قلنا هو هيا دخلوا قاعدين يفتشوا. هيا قاعدين تما واقفين واقفين حتى اللي يدخل. في الدخله اللي يدخل حكموا عند الباب. فتشوا كاع عندي. فتشوا قبل وقعدوا يدخلوا، من بعديها بعد حكموا عند الباب. هيا من جا باش يتمشى جيت انا قلت لها حميده ما تدولوا توعك وقت توعك وتصاور. من بعد الخمسين قبضوا فتنا في دار الشرع في الحق عذبوه عذاب شديد. حكموا على الاخ زبانة حكموا عليه 3 سنين سجن و3 سنين نفيان و5 سنين تاع بريفاسيون دي دروا سيفيك. من قوت السجاه تاعو عمل الاخ زبانة اضراب في السجن تاع الصناب وين قعد 37 يوم
بلا أكل بلا شرب. كان هذاك إضراب شيء تاريخي في العالم اللي اشتهدناه في هذاك المدة هذه. وفي سنة 1950 ألقي القبض على زبانا، فسلط عليه الاستعمار ألوانا من العذاب قصد استنطاقه، ورغم صغر سنه قاوم زبانا بشجاعة وصبر وتمسك بالصمت وحفظ السر وفاء للعهد. ونظرا للمواقف النضالية التي سبق أن عرف بها لدى المستعمر، فكان أن حكم عليه بثلاث سنوات سجنا. قضى فترة منها بسجن مدينة وهران وفي نفس الزنزانة التي نراها في الصورة. واش من تاريخ خرج من السجن؟ لا، خرج في الأول ماي 1953، وبقى قعد واحد مدة قليلة في مستغاليم، ومن بعد مما جبرش كيف ما جبرش الخدمة، وبصفته إنسان منفي والشرطة دائما وأبدا من وراه. أما لا، خطرة يروح للمعسكر، خطرة يروح بالعباس، خطرة لسادسيان، وبقى يجول هكذا حتى واحد النهار جبر خدمة في لاكادو. وقبل أن يستقر زبانا في بلدة سان لوسيان التي تحمل اسمه حاليا والتي هي مسقط رأسه، مر بملاحقات ومضايقات الشرطة الاستعمارية كغيره من المناضلين. وهكذا نجده نفي من مدينة وهران وتنقل إلى كل من الأصنام، البليدة، مستغانم، سيدي بلعباس، معسكر، وأخيرا استقر بهذه البلدة سان لوسيان سابقا، زهان حاليا حيث التحق بمعمل الأسمنت، وسمحت له إقامته باستئناف نشاطه السياسي، فاتصل بعدد من الوطنيين الذين كون منهم خلية ضمت في مجموعها 14 مناضلا. وخلال عمله داخل معمل أسمنت استطاع بالتعاون مع رفقائه تهريب جهاز التلحيم شاليمون ومواد أخرى لها علاقة بصناعة المتفجرات. ومن بين الذين عرفوه داخل المعمل وخارجه العاملان اللذان سبق لهما أن اشتغلا معه، ولا يزالان حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى الأخ أكفيف قاضي أحمد الذي نفذ معه عملية تهريب المواد المتفجرة من هذا المعمل. وهذه شهادتهم عن علاقتهم بالشهيد زبانا. السيد أحمد بالزبان هنا يخدم، وهذا هو البوست تاعه، والطابلة هذه هي. كان يفطر هنا وأنا أفطر هنا حداه، ودائما وبدا يجيب جريدة معه الصباح، كل يوم يجيب جريدة معه. وبعد الفطور كي يفطر هذاك الفطور يكون ماشي في الجريدة تاع يقرا. واحد اليوم من الأيام بعد 15 يوم ولا 20 كان الجنور جا عنده، الجنور هذاك الجنور اسمه بينيار، قال يا ودي على كل حال راني معنا نخدم، واش عندي زيادة ولا ما عنديش؟ قال له مازال انا دار فيك مزية، خاطرك من في من وهران وراك غير هنا في جنين. ساعة على كل حال صبر، قال له ساعة يجي واحد النهار لي ندي السومة تاعي.
كاع كان يسودي هنا يقلب الباكيطة بيد وحده ويدورها. من بعد انا قلت له الشيف كان معايا قلت له شوف تقولوا العرب ما كاش سودارة، العرب ما كاش سودارة، وقال لي راه يقول باللي الميتي تاعه سودان. ايوا من بعد قعدنا ويمات لحتى قال انا غادي نمشي لفرنسا 16. من بعد 16 قعدنا ايام فيكسيب اللي كان عندنا في الـ في لا في لا تولي في الكيب نتاعي اللي نخدم فيها انا الغدوة الصباح جبرناها مكان وردان للفيكسيب هذا والشاليمو. أمرنا باه نخونو شانيمو من لاكادو ها الموضع لهيه، ومن خرجناه ديناه وصلناه لزهانة، ومن زهانة رسلناه الورن باه نسودو البومبات. سي حميدة زابانا هو اللي كان يستعملهم في ذاك الوقت كان يسوديهم، وهذا البلاصة هو اللي ديمسيو منها. والوقت اللي استخبرنا البومبات اللي كان يسودوهم كان يسودوهم في واحد الفيلاج يقول لها المساعده، لانه كانوا يخسروا في السيدور نتاعهم، هو في هذاك السبب اللي دواه باه يسودي البومبات. الاخ زابانا هو اللي طانا امر على هذا الحديد نلموه باه يصنع البومبات، وكنا هذا الحديد ندوه منا ومين نلموه نديره في السحفه ونديه نوصله الفيلاج ساليسيان كما كان يسموه ساليسيان، نوصله ملتم وملتم نرسلوه الوهرن، وهرن يصنعوا به البومبات. وهذوك البومبات نهار الاول ثوره هما اللي وزعوهم علينا. هنايا تعاهدنا الاخ سي عبد الملك بن رمضان هو اللي قاد المصحف لهيه، وسي حميده يغدى يجيب بالواحد لعند الاخ سي عبد الملك بن رمضان باش يحلفوا. من ضروك راني مشارك في الثوره بالايمان والاخلاص وما نخدعش بالذي لا اله هو وبركه هذا القران العظيم الى اللي مشارك بالثوره واني مامن بها واللي ما نخدعهاش. كي تمينا الحلف يعني جينا رايحين للفيلاج في 17 من شهر اوت 54 عاودنا الاجتماع في عند برامي في الفيلاج. هذا المكان اللي اختاريناه مسألة كما نقولوا حنايا الغفله اللي كنا وما كاش اللي طلعوا فينا هنايا، حنا كنا نجوا في الليل ما كناش نجوا في النهار، نجوا في الليل، وبعد اللي نجوا في الليل ما نجوش مع بعض، كل واحد يكذب طريق ويجي. وكنا نحضروا ما نحضروش ل 14 لهنايا، كنا نحضروا هنايا كيما نقولوا شي خضره 6 7. وفي هذا المكان بالذات تم اخر اجتماع في الساعات الاخيره لاندلاع ثوره نوفمبر العظيمه. وتقرر خلال هذا الاجتماع القيام بعمليتين عسكريتين، احداهما استهدفت اختطاف سياره والهجوم على الثكنه العسكريه في حي الكميل بوهران، والثانيه استهدفت دار حارس غابه لاماردو. ولمعرفة ما وقع نترككم مع هذه الجماعة التي عاشت تلك الأحداث. سمعنا هنا على 8 نتاع الليل في هذا المكان، وهذا الفيلاج بكري كانوا يسموه ساليسيان. في الحقيقة بعد اللي استمعناه هذاك الاجتماع كان متريسة الأخ سي حميدة زبانة، وكنا في 14 واحد، ولليوم ما ناش حاضرين فيهم للكل، كاين اللي استشهد وكاين اللي راه في وهرن. وهذا سي حميدة زبانة اللي كان متريس هذا الاجتماع قعد يفكتنا ذيك الليلة، احنا رسلنا للقضية نتاع برو. العملية هذيك الحقيقة احنا مقصودنا ندو سلاح من الكازيرنا تاع الكمين هذي. قلنا واش ندو؟ قال لك اللي نشوفو ندو قاوري ولا ندو يهودي والا لي دينا طاكسي، ما بغيناش ندو العربي، خفنا ما بغيناش صحفنا عليه، كان عربي تما الله يرحمه مات.
مات الله يرحمه العربي هو يسموه كان ثم ما بغيناش ندوه. ايوا دينا الهودي ركبنا الوقت اللي جينا باش نقولوا له هودي حط الطوموبيل وروح معنا الراجل دار بروحه. ايوا الحقيقه هذاك هي السبب تاع العمر تاعه. انا ما قصدناش باش نقتلوه احنا، مقصودنا احنا باش ندو الطوموبيل وندو ذاك السلاح. دخلنا الكازيرنا تاع الكمين والقبطان بروحه تاع الكازيرنا كذب قال مشي بصح هذا الشيء احنا قلنا شيها اللي درناه هو كذب. القبطان ما بغاش يحقق العمليه تاعنا. ما لا كنا مطلعينها للعمليه والعمليه كان عثمان اللي راه كولونيل كان هو يقرعوا فينا هما وجماعه بالزوايل كانوا يقرعوا فينا في العمليه باش نطلعوا السلاح ولكن احنا ما جيناهمش. ولكن الغدوه كان عندهم الخبر بلي ما كان والو. جاوا هنايا طبطبوا عليا في لا ميزون كونتونير على 10 تاع الليل. مي طبطبوا قلت شكون؟ قال تليفون نمرو 20. عرفت انا بلي الخاوه المجاهدين. هون تليفون نمرو 20. حاضر. قال لي سي حميده زبانه تعطينا الراي نتاعك التوجيهات نتاعك فيما يخص الكارت فوريسي، هل ترى نجمو نوعدوا الليله؟ قلت لهم يا ودي الوقت هذا اللي جيتوا فيه راهي 10 تاع الليل، ما نظنش ربما يكون راقد والتليفون اللي عنده ما حصيناش لا عنده غير تليفون على برا والا على والا تحت الارض، ولهذا ما تقدروش الليلة تعملوا العملية تاع القرد. ماذا بكم هذه العملية أخروها. وبعد عملية اختطاف السيارة والهجوم على الثكنة جاءت عملية حارس الغابة بلا ماردو والتي نفذت خلال الليلة الرابعة من شهر نوفمبر بهدف الحصول على الأسلحة والذخيرة التي كانت في حوزة حارس الغابة. وتم العملية حسب الخطة المرسومة مسبقا من طرف المسؤول عن الأخبار والاتصال، وجاءت تماشيا مع منطق الثورة التحريرية التي اعتمدت في بدايتها على رجال المخلصين أدركوا بأن الثورة المسلحة لا بد وأن تتوفر لديها أسلحة وذخيرة، وهذه الأسلحة والذخيرة يجب انتزاعها من يد العدو، فاندفعوا إلى أخذها وسلاحهم الوحيد الإيمان بالنصر أو الاستشهاد في ميدان الشرف. وهذا ما أقدم عليه الشهيد زبان ومن رافقه في عمليته هذه، ومن بينهم الأخ كفيف قاضي أحمد الذي كتبت له الحياة ووافانا بما يتذكره عن هذه العملية. في 4 نوفمبر على طيح السمش جينا خارجين من الغابة وجينا واعدين للسكنان تاع القرد تاع الغابه لهنا. عند وين وصلنا لهنا بلاصه زوج تاع الناس هو في زيد صالح وزبير بوعجمي. من بعد في العصر الثالثه بلاصه واحد في رحب ذاك السيد هو مشراوي محمد. من بعد الدخول نتاع الفيرما لداره فات زبير عبد القادر والشاهد ابراهيمي في الدوره. من بعد انا وشاهد زبانا فتنا في الدوره هنا. Thank you.
الوقت اللي وصلنا في هذا القند لقينا برو. عند وين لقيناه؟ قالوا سي زابانا باللي رانا مبان باللوطو، وهذا الفيلاج رانا ما جبرناش فيه تليفون، لانه جينا لعندك باه نضربوا تليفون باه نشوفوا الديباناج من وهران يجي يدينا. قال لنا ايا تمشوا معايا، تمشينا معاه واحد تلخطاوي، من بعد حبس قال استنوني هنا، قلبه زبانه دوره لعنده، قال له احنا جيش تحرير وجينا نحرروا بلادنا، ملا احنا ما جينا لا على خيانه لا على لا على قطعه لا حتى شيء، احنا جينا باه تعطينا السلاح. قال ما عنديش السلاح، قال له خصك تعطينا السلاح. غضبناه قال لي قلبه وكتفه، كتفته وقعد ترد يديه بالرولي هاك، وكتفته بقورده تاع ساك، عاود تقلعت لها الحزامه وكتفته بها، وجينا دينه بانوا الخاوم اللي هي ابراهيمي وزبير، قال لهم سي حميده دار لهم هاك ادخلوا، هما دخلوا ومن بعد جينا داخلين احنا، جبرنا ننسى مكتفين من هادارينهم على الكراسة وملثمينهم ومكتفينهم مليح مزايرينهم ما نجموش حتى يهدروا. قلنا له اعطينا سلاح، قال هذا السلاح ما عنديش، وهذاك السلاح كان عنده نعرفوا باللي كان عنده، خاطرش مريكان كان حاطه هنا بكري، نعرفوا باللي كان عنده سلاح، هذاك السلاح زيرناه حتى اللي جبده، من بعد خرجنا اني ذكرت لكم السلاح اللي خرجناه ونعاود لكم نذكر لكم عليه. السلاح هو الماط وخماسيه و12 حبه جرونات وصندوق نتاع رصاص وزوج كوابيس وليجيمال ومكحله تاع سياده، خرجناهم للعسه برا. قضب سي حميده التليفون قاعد يقطع فيه، عند وين قطع التليفون زبانه ثم مين قطعه كمل التقطع نتاعه تيرا على برو، اقتل برو. قالنا يلاه بينا وجينا خارجين ورفدنا السلاح هذاك وجينا غادي ديريكت للجبل. روحنا ذيك الليله بايتين نتمشوا حتى الثلاثه تاع الصباح، دخلنا على الخوا في غار بوجليده. وهذا الغار اللي كنا فيه لهنايا كنا فيه في 11 واحد، كان فيه زبير بوعجمي، كان الصايم اسماعيل، كان سي محمد قديدار، كان حميده زبانه، كان زبير بوعجمي، كان اسطنبولي سعيد، كان مشراوي محمد، مشراوي محمد، فيزي صالح تاع عبد الله، فتاع عبد الله فيزي، وكان فيزي كان عندنا الاخ ثاني مصطفى، فيزي مصطفى كان فيزي مصطفى، وكان فتاع عبد الله، وكان فتاع محمد، كنا احنا في 11 لهنا. والشهيد ابراهيمي عبد القادر، وكان الشهيد ابراهيمي عبد القادر. والوقت اللي كنا كام مجمعين مع بعض لنا في هذا الغار لهنا، كانوا عندنا البومبات وكانوا عندنا المناشير، راهم مخزونين لليوم في هذا الغار لهنا لليوم. وراهم مخزونين بالضبط هنا في الوقت اللي كنا كان هذا الغار لهنايا، خاطرش هذا الغار على بالك باللي كان مبلع، كانت عنده باب واحد، وفراو المعركه اللي صارت في 56 مورانا لهنا، فرنسا هي قاست لوبي لهنا، هدمت هذا الغار، هذا الغار ما كانش هكا، كان مبلع، كان مبلع. ولا كيقول له هذوك نتاع البومبات اللي كنا اللي كانوا نوضوا البومبات هذوك، رانا خازنينهم هنا تحت الحجره لهنا. والبومبات المناشير وراكو المناشير اللي هي راهم اللي تاع راهم راهم الداخل مردومين، راهم مردومين. واليوم اللي راهم مردومين من ذاك الوقت حتى الوقت راهي في 20 عام، وحالا لن نجبروهم. مشي كيفاش كنتوا تعيشوا هنا؟ هنا في الوقت اللي كنا المعيشه نتاعنا كانت كانوا عندنا سوال، لا كنا منيمونهم رواحنا، وكنا دايرين مسؤول نتاع دراهم، وكنا دايرين مسؤول اللي يقسم الاكل على الجنود اللي كانوا لهنا. كنا نشرو رواحنا في الحقيقه، كانت عندنا حتى الروينه التمر كنا دايرينه كان عندنا لهنايا. الوقت اللي كنا نقسمو
والدخان تاني كنا نقسموه بنظام. الدخان انا بسيفتي كان مكلفني زبانا باللي نعطيهم 5 قوارة يكموهم بالليل والنهار. والاكل هذاك كنا احنا في 11 ندير 11 عرام، وزبانا ينقلب ويشوف بالرولي، وهذوك يقعدوا موراه ديك العرارين يقعدوا على الماكله. نرفد العرام تاع الماكله ونقول له هذا اللمن، هذا يقول لي اعطيه كيما نقولوا للصايم اسماعيل الا الا كمل 11 واحد، ما كاش محسوب اللي يجي يرفد روحه ولا هذا. في 8 نوفمبر 54 على 5 نتاع الصباح تسركنا في هذا الموضع، وفي هذاك الوقت جاتنا الاستعمار، جات منا وجات من هذا الجبل منا. الوقت اللي خرجنا هنايا قلنا على السلاك نتاعنا هالجهه ما تسلكناش، في الهربه اللي هربنا هربنا منا وصلنا حتى للدوره وجينا هاربين. شاءت الأقدار أن يعيش زبانا أسبوعاً واحداً من ثورة نوفمبر في ميدان الكفاح قبل أن يسقط أسيراً في يد العدو بعد معركة جبل بوجليدة التي جرت بتاريخ 8 نوفمبر 1954 على بعد 8 كيلومترات من بلدة سان لوسيان، والتي شارك فيها مع إخوانه المجاهدين والبالغ عددهم 11 مجاهداً، بينما كانت قوات العدو تناهز 500 جندي مدججين بالأسلحة العصرية الثقيلة منها والخفيفة. ورغم التفاوت البارز في العداد والعدة فقد استمرت هذه المعركة أكثر من 7 ساعات، سقط خلالها الشهيد برهمي وجرح البعض من المجاهدين من بينهم الشهيد زبانة الذي أراد أن يضع حدا لحياته بدل أن يقع بين يدي العدو. سي اسماعيل. نعم. الوقت اللي جينا مسحبين منا وغادين. نعم. وراك خذيت كنتوا انتم الاولين انت وزبانة. اوه نعم. واش راكم انت وسي حميده زبانة قدامنا تما؟ ماذا بيك تحكي لي عليها كيف ياسر؟ مانيش عاقل انا من ذاك الوقت للوقت. هذيك الضربة هذيك. صح. كنا هاربين منا، كنا غاديين. منين جينا به نقزو ذاك ذاك الكاف هذاك تحت تحت ما نسمنا شيء، قعدنا خازنين ورا دومه كيما هاك كيما هكذا. نعم. مي قعدنا ورا مي قعدنا خازنين هكذا، جا سي حميده قال لي اسماعيل، كنت انا وسي حميده وفيزي مصفى حميده زبانه. قال لي زبانه، قال لي عطني اسماعيل اشوف الكابوس اللي عندك. مين تتهلا هنايا؟ متى لها انا بقيت نشوف هكذا ورايا. شفت العسكر واقفين. ضاربين العسكر في القرى. ارجع. شفت العسكر واقفين. ما جيت ندور راسي لها هكذا تحت اضرب روحها اضرب روحها هنا في النظر. طاح الطيحة اللي طاح جاي طيح في الكاف هكذا حكمته انا. خفت عليك عاد لو كان طلقت على طاح في الكاف هذاك ما يبقى فيه والو. قلبتها هنايا. مين قلبتها هنايا قال لي اسمعي دني شويه على جهه هكذا وخليني. مين درت على شويه هكذا على جهه
ورفدت راسي هكذا، شفت العسكر واقفين عند راسي هاني تلايموا عليا. مين تلايموا هكذا؟ راك عارف جاو بزقا تاعهم على بالك، جاو بزقاهم. جيت نايض ودير يدي فوق راسي هكا. ومرة أخرى أبت الأقدار إلا أن يتتحدى الشهيد زبانه وتسوقه إلى المحكمة والمحاكمة، بعد أن مر وعرف مختلف أنواع العذاب والإضطهاد في غيايب السجون وزنزاناتها المظلمة. وجرت محاكمة زبانه في ظروف صنعها الاستعمار وقضاة الاستعمار. وفي تاريخ 26 فبراير 1956 حكمت المحكمة العسكرية على المسمى أحمد زبانة والمعروف باسم زهانة بالإعدام. ونفذ فيه الحكم عن طريق المقصلة صبيحة اليوم الموافق للتاسع عشر جوان 1956، وكان أول شهيد يؤدم فداء لوطنه وشعبه في سجن بربروس. واستشهاد زبانة بواسطة المقصلة كان مثالا لتضحية شعب حقق ما نادى به الشهيد لحظة استشهاده وما خطه في نهاية رسالته الأخيرة. تريشار بارون شارما Je vous écris cette lettre, je ne sais si c'est la dernière. Dieu seul le sait. Toutefois, s'il m'arrive quoi que ce soit, il ne faut pas croire que c'est fini. Parce que mourir pour la cause de Dieu, c'est la vie éternelle. Et mourir pour sa patrie, ce n'est qu'un devoir. Et votre devoir à vous, c'est celui d'avoir sacrifié l'être qui vous est le plus cher. Qu'est-ce que la vie dans ce monde? Ce n'est que chimère. Mais la vie dans l'au-delà, c'est la seule vraie vie. Il ne faut pas croire Il ne faut pas me pleurer, mais au contraire, il faut être fier de moi. Enfin, recevez peut-être le dernier bonjour du fils et frère qui vous a toujours chéri et que vous avez toujours chéri. Le bonjour à toi, chère mère, à papa, à Nora, à Lawari, à Hlima, à Habib, Fatima, Khaira, à Sessach, à Derrer, à mon frère Louari et à toi, cher frère Abdelkader, ainsi qu'à tous ceux qui partageront votre peine. Dieu est grand et le seul juste. Votre fils et frère qui vous embrasse bien fort. Hmida. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحكم العسكري حكم على الأخ زبنا في 25 أبريل 1956 بالإعدام. 3 أشهر من بعد حكموا عليه بالتنفيذ. ملا هذاك الوقت كي جاو في 19 أبريل في 19 جوان 1956 جاو مخرجينو لي بورو لي كارديا هذوك مخرجينو من السيلونة تاعو. واش الكلام تاع هذا الأخ؟ قال لهم بهدوء نتمشى معاكم، وقال للإخوانو بيا وبلا بيا الجزائر تعيش حرة مستقلة. أما لو جاي غادي الإخوان متيوقة واجبوه بينا وبلا بينا الجزائر تعيش حرة مستقلة. هذاك الوقت كي وصل في القرطة ملا حب يصلي ركعتين ما حبوش لي غاردان ما حبوش. ملا جاء المحامي تلفت عند الكولونيل هذاك اللي كان حاضر في هذاك في عند القرطة، قالوا يا ودي الإنسان ولا بده يلبي واحد الإنسان اللي غادي يموت. ملا قالوا راه يطلب باش يصلي ركعتين، ملا سمحوا له في هذا. دار الكولونيل وقال لهذوك اللي بورو ملا خليوه يصلي ركعتين. كي صلى ركعتين قال الجزائر تعيش حرة مستقلة، كيمبورت ما في بور لالجيري كي فيفرا ليبر اي انديبوندونت. هذا هو الكلام تاعو. من بعد القرطة طاحت زوج خطرات طيح وما قتلتوش، وفي الثالثة ملا المسكين والشهيد الرجل العظيم مات بالله أكبر والله أكبر. الله يرحم الشهداء. يا زبانا أبلغ رفاقك عنا في السماوات قد حفظنا العهود، واروي عن ثورة الجزائر للأفلاك والكائنات ذكرا مجيدا. هذه مدينة معسكر التي تبوأت مكانة بارزة عبر